نقيب درية أحمد مكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض بإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب وترويج الأقراص المهلوشة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 37 سنة. العملية جاءت بعد استغلال جيد للمعلومات والانتشار المحكم للوحدات عبر شبكة الطرقات، ليتم حجز 12750 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع، كانت مخبأة بحكم سيارتين سياحتين كانت تستعمل في نقل وترويج الأقراص المهلوشة بين مختلف الولايات. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.